السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. قدم نائب رئيس الوزراء وزير الخدمه المدنيه عبد العزيز جباري استقالته من منصبه خلال اجتماع عقده الرئيس هادي مع مستشاريه. مصادر حكوميه قالت ان الاستقاله التي رفضها الرئيس اتت بسبب سيطره الفصائل المسلحه المدعومه من قوات التحالف على المناطق المحرره وتعطيل مهام الحكومه. وكان جباري قد انتقد في تصريحات سابقة بقاء الحكومة خارج اليمن معترضا على طبيعة العلاقة بينها وبين التحالف العربي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين، الأول طبيعة استقالة جباري وأثرها على تماسك الحكومة، والمحور الثاني علاقة الاستقالة بالمشهد السياسي والتحالف. إذن تزامنت استقالة عبد العزيز جباري مع مشهد سياسي وعسكري معقد تعيشه الشرعية، حيث تؤكد مصادر سياسية بقاء الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية في الرياض في ظل عدم قدرة الحكومة على العمل بشكل مستقل في عدن بسبب تدخلات التحالف العربي. وتأتي هذه الاستقالة مع تحركات سعودية سرية للتفاوض مع ميليشيا الحوثي في مسقط وزيارة وفد أوروبي إلى صنعاء. وكان عدد من الوزراء قد قدموا احتجاجاتهم على طبيعة العلاقة بين الشرعية والتحالف وطلبوا بإعادة صياغتها، من بينهم وزير النقل صالح الجبواني ووزير الدولة صلاح الصيادي. نتابع مشاهدين هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. جباري يستقيل من الحكومة، خطوة ترقبها كثيرون إثر تصريحات مثيرة أطلقها نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات والرجل الثاني في الحكومة، وحمل فيها التحالف مسؤولية التعثر في الحسم العسكري وفي خطوات استعادة الشرعية نفوذها وصلاحيتها. في أمور يعني فيها نوع من التمادي، فيه نوع من الأخطاء ستكون لها نتائج كارثية علينا كشرعية وعلى دول التحالف. بدأت القصة في أكتوبر من العام المنصرم عندما زار جباري على رأس لجنة وزارية رفيعة المستوى محافظة تعز وعاصمتها المحاصرة التي تخوض حربا شبه منسية وضعتها على رأس قائمة المدن الواقعة تحت وطأة الأزمة الإنسانية الأكثر سوءا في العالم. هناك تقصير من الجانب الحكومي، هناك تقصير من الرئاسة، هناك تقصير من الحلفاء، هناك تقصير من عدة جهات في حق تعز. مكث جباري أكثر من نصف شهر في تعز وهو يحاول تثبيت نفوذ السلطة الشرعية في هذه المحافظة، وقطع شوطا مهما على هذا الطريق، لكن التحالف ضاق ذرعا بمهمة جباري هذه، استدعاه على عجل وفي الطريق تعرض لمحاولة اغتيال من مصدر مجهول، وهو ما فسره مراقبون حينها بأنه تحذير من النوع الثقيل، بما يكفي لوقف مساع يرى فيها من يسمي نفسه تحالف دعم الشرعية سلوكا خارج السياق. لكن صدى مهمة جباري تجلت في مسيرة تعز العارمة التي انطلقت الثلاثاء إحياء للذكرى الرابعة لانطلاق المقاومة. لم تتسع الرياض لإقامة جباري فاتجه إلى القاهرة ليطلق عبر فضائية يمنية تصريحات كرست موقف الرجل الذي لا ينفصل عن موقف الحكومة، مما لم يعد بالإمكان احتماله من سلوك التحالف الذي أمعن في تجريف السلطة الشرعية وإقصائها وحشرها بالملاذ الذي لم يعد آمنا في الرياض. مسبحة الشرعية مرشحة للمزيد من الانفراط إثر التصريحات المتلاحقة من قبل وزراء ضاق بهم الحال ولم يغنهم عن المقال، فصرحوا بما لا يريد تحالف الرياض أبو ظبي سماعه. فهذا وزير النقل صالح الجبواني وجد نفسه مقيدا عن الحركة، ممنوعا من القيام بواجباته الرسمية في محافظة شبوة على يد التشكيل المسلح الذي أنشأته أبو ظبي تحت مسمى النخبة الشبوانية، ما دفعه إلى المطالبة صراحة بإعادة تصحيح مسار العلاقة مع التحالف. وهذا الوزير صلاح الصايدي أطلق من عدن نداء للمواطنين للتظاهر والمطالبة بعودة الرئيس، مستشهدا بتجربة اللبنانيين الذين نجحوا في استعادة رئيس وزرائهم بعد تعرضه للاحتجاز في المعتقل الكبير ذاته الذي افتتحته الشقيقة الكبرى في مستهل عهدها الجديد قبل أن تضطره قوات أبو ظبي إلى مغادرة العاصمة المؤقتة. مخطط إفناء الحكومة يراه المراقبون المهمة الوحيدة الناجحة حتى هذه اللحظة لما يسمى تحالف دعم الشرعية، وما عداها لا يبدو اليمن سوى مجال للفوضى والعنف والبؤس وغياب الدولة. ومستنقعا عميقا سيكون هذا التحالف أول الغارقين فيه. إذن مشاهدينا نستهل النقاش وينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض محلل سياسي سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. الله.
أهلا بك سيد سلمان. يعني اليوم نتحدث عن الاستقالات المتتالية في الحكومة الشرعية، وأيضا التهديد من بعض الأعضاء أيضا في تقديم استقالاتهم. يعني كيف تقرؤون الاستقالات في حكومة بن دغر، أو التهديد المتتالي بالاستقالة خصوصا، وأن كل ما يطرح مرتبط بالاعتراض على أداء التحالف في اليمن؟ في البداية عزيزي، أنا أولا لم أستمع إلى التقرير الذي استعرضته قبل قليل. ممكن آخر التقرير الذي سمعته جيدا، البقية لم أسمعها. بالنسبة للاستقالات، هذه أول استقالة يعني تقدم إذا تمت بالفعل، وأنا على حسب ما أعرف أو أعلم أنها رفضت. هي رفضت، ولكن يعني حتى وان رفضت يعني هي تعبير عن يعني موقف احتجاجي، وان كان حتى انها رفضت. وايضا وزير اخر يصرح من عدن بوجوب التظاهر للمطالبه بعوده رئيس الجمهوريه، يعني في تلميح الى انه تحت اقامه جبريه في المملكه، بينما ايضا وزير اخر يشكو من عدم يعني منحه الصلاحيات لممارسه عمل على ارض الواقع من قبل يعني قوات التحالف المتواجدة على الأرض. هذه الشكاوى الكثيرة كيف تفهم؟ طيب أرجو أن تعطيني المساحة لإيضاح الحقائق فقط. تفضل يعني تفضل. شخص متواصل مع الدكتور عبد العزيز جباري. تفضل. يا سيدي، أولا من الذي قال أنها اعتراض على الشرعية الاستقالة؟ الرجل لم يصرح ولم يتكلم عن الاستقالة، ولم تظهر إلى الآن جديتها، هل حدثت بالفعل أم لم تحدث؟ هذا أولا. نعم. ثانيا يا سيدي، أن معتقل في السعودية دكتور عبد العزيز جباري، كنت على تواصل معه قبل أقل من شهر، كان في القاهرة، قبلها كان في عدن، ثم رجع السعودية وطلع إلى القاهرة ورجع أخيرا إلى السعودية للرياض. لا أدري من أين تأتي كلمة احتجاز أو اعتقال أو ما شابه ذلك. طبعا سيد سلمان، الموضوع لم يعد حديث صحفيين أو حديث محللين، لكن ما يأتي هو اليوم بات من حول الرئيس عبد ربه منصور هادي، يعني وزراء يصرحون بذلك أو يعني يلمحون لذلك في أكثر من مرة، يعني هنا التساؤل. أعطني اسم وزير يا سيدي. يعني مثلا صلاح الصيادي كان له تصريح منذ يومين في العاصمة المؤقتة عدن، يقول أنه يدعو المواطنين للخروج بالتظاهر للمطالبة بعودة الرئيس هادي، إسوة بالشعب اللبناني حينما خرج للمطالبة بعودة الحريري مثلا. وعاد صالح الصيادي بعد ذلك وأنكر هذا الكلام. أعطني وزيرا آخر وأنكر أيضا هذا الكلام. الجبواني أيضا، يعني هناك يعني أقام مؤتمر صحفي بخصوص يعني التجاوزات الحاصلة على أرض الواقع وعرقلت عمل هذه الحكومة من قبل التحالف العربي، يعني أنه منع من دخول محطة بلحاف لافتتاح ميناء في المنطقة. يا سيدي، البعض يختلق الذرايع لأهداف معينة. المناطق مفتوحة، لم يحدث من هذا الأمر الشيء. لنعود على عبد العزيز الجباري، لأؤكد لك، أنا أريد أن أوضح شيء. عبد العزيز جباري كان قد هوجم قبل فترة قريبة جدا بأنه عين بعض أقاربه وأولاده في جهات في الشرعية وفي مواقع معينة، وهوجم من نفس الأشخاص الذين الآن إعلامهم يتشدق بالكذب ويقول أن الرجل محتجب. هي موقع عدن بكل صراحة أظهر تقرير يحاول التشويه فيه، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وقال أن السعودية دفعت مليارات الريالات من أجل أن يبقى الوزير في منصب، وعلى أن يتم تعيين أقاربه، وعلى أن كل هذا الكلام لا أدري من أين يختلك يا سيدي. يعني هل يعقل السعودية أن تدفع هذه المبالغ من أجل وزير قدم استقالته؟ قبل كذا عبد بحاح أعفي، قبل كذا أكثر وزير السياحة غير أعفي، وزير الإعلام غير من موقعه وعين وزيرا للسياحة. يعني هذه التشكيلات الوزارية شيء وأمر طبيعي يحدث حتى في الحكومات القائمة حاليا في أي دولة معينة، وليس في حكومة مثلا الشرعية اليمنية. لذا الإعلام للأسف، الإعلام قناة الجزيرة وإعلام موقع عدن وإعلام مع احترامي يعني الأخوان، يحاول أن يكبر وأن يضخم وأن يضع أقاويل وأفاعيل لم تحدث بالفعل. الدكتور
الدكتور عبد العزيز جباري وطني من الدرجة الأولى وأحد أعمدة الشرعية، ورجل ذهب إلى عدن وذهب إلى حضرموت ولا زال يقوم بدوره وقدم كل ما لديه. إذا كان حدث هناك جميل جميل جميل، لا أحد يشكك بوطنية سيادة الوزير جباري، ولكن يعني البعض أيضا يعني نحن نطرح تساؤلات هنا لنلاقي إجابات ولنوضح للمشاهد بشكل أكبر. يعني كونك مطلع في الجانب السعودي وفيما يدور في المملكة بشكل أكبر، يعني هناك حديث عن احتجاجات لداخل الحكومة الشرعية بسبب تجاوزها وإجراء مفاوضات ما بين مفاوضات سرية ما بين التحالف العربي وميليشيا الحوثي في مسقط. يعني ما صحة هذه الأنباء حول وجود مفاوضات سرية بين الطرفين، خصوصا وأنه لا يوجد حتى الآن كما نعلم موقف من التحالف رسمي، هنا نتحدث ينفي هذه الأنباء المتداولة. يعني التحالف اللي يشتغل كل يوم ينفي أنا في الأخبار اللي جالس تنشرها مواقع تابعة لجهات معينة. يا سيدي، التحالف لو كان يريد مفاوضات سرية نتفاوض علنا مع الحوثيين. السعودية ليست طرف فيما يحدث الآن. المفاوضات أنت كما تعلم حدثت في جنيف المرة الأولى والمرة الثانية وأخيرا في الكويت، وكانت الطرف فيها الشرعية وحزب المؤتمر التابع للرئيس الراحل علي صالح، ولذا السعودية ليس لها أي تفاوض لا علني ولا سري. أنا لا أدري من يا أخي، أعطونا دليل واضح، قل لي اسم شخص يتفاوض علشان أنا يعني الخبر هو نشر في وكالة كبيرة ومحترمة، يعني لا يختلف عليها اثنان، وكالة رويترز. يعني وكالة رويترز يعني ليست قرآنا منزلة، قبل كذا نشرت بالضبط، ولكن هنا وجب التحقق من يعني من الأطراف كون الخبر يعني لم يأتي من موقع عادي أو يعني وكالة كبيرة تنشر خبر كهذا، ولا يقابل الخبر بنوع من النفي حتى اليوم. ما وكالة رويترز قبل كذا يعني مع احترامي أكثر من خبر، ما هي قبل فترة أعلنت مقتل علي محسن الأحمر، قناة رويترز، وعلي محسن الأحمر لا يزال عايش. نعم. يعني أنا لا أدري الآن كيف تقدر تصحح رويترز هذا الخبر. نعم. رويترز قبل الآن وقبل سنة، قبل سنة ونص تقريبا، مقتل المقدشي في معرض في عملية تفجير. يعني كل هذه ونحن هو من خلال هذا الخبر يعني حاولنا قدر الإمكان أننا نتتبع الحقيقة من مصدرها، يعني من التحالف العربي، نريد أن نحصل على معلومة تؤكد نفي هذه الأخبار. أنا لا أنفي يا سيدي، ولكني أؤكد لك بأن السعودية ليس لديها أي تفاوضات لا مع الحوثيين ولا مع غيرهم بهذا الأمر. الأمر متعلق بالشرعية. نعم. معترف بها دوليا وهي حكومة الرئيس عبد ربه هادي منصور. إذن جميل سيد سلمان، سأعود لأكمل معك، دعنا نشرك معنا في النقاش المحلل السياسي من عمان السيد عبد الناصر المودع. مساء الخير سيد عبد الناصر. مساء الخير، أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني في يعني الساعات الأخيرة هناك استقالة للسيد عبد العزيز جباري في الحكومة الشرعية، وأيضا يعني نسمع عن تهديدات بالاستقالة خلال الفترات الماضية واستقالات حدثت، ماذا يعني كل ذلك؟ في البداية تحية لك ولضيفك الكريم من الرياض. أهلا بك. أول لا يمكن التعليق على استقالة لم تعلم بشكل رسمي لا من قبل الحكومة ولا من قبل الشخص المعني وهو السيد عبد العزيز جباري، وبالتالي الحديث هنا الآن يدور حول تكهنات أو حول أخبار ربما تكون صحيحة، ربما يعني تكون صحيحة، ولكن كون لم تصدر بشكل رسمي لن يصبح التعليق عليها متجاوزا لبعض الحقائق. ومع ذلك هذه الاستقالة أو غيرها من الاستقالات أو الاحتجاجات التي أحيانا لا تعلن للوسائل الإعلام من قبل مسؤولية الشرعية، هذا الأمر يبدو في سياق الوضع الحالي، الوضع المرتبك، الوضع الذي يشهد مشاكل وكثيرة، مشاكل على المستوى العسكري ومشاكل على المستوى السياسي، مشاكل في إدارة
الدولة، مشاكل في إدارة التحالف للوضع في اليمن. هذه الاستقالة وغيرها متوقعة أو نقول أنها طبيعية ولا تخرج عن المألوف، كما أنه أيضا نعرف أن السلطة الحالية والسلطة الشرعية هي عبارة عن لا يمكن أن نقول ائتلاف، ولكن عبارة عن تشكيلة من قوى كثيرة متعددة ذات أجندات متعارضة أو نقول غير متفقة على الخطوط العريضة، وبالتالي أي استقالة أمر مفهوم في هذا الوضع. وفيما يخص السيد عبد العزيز جواري إن صحت الاستقالة، يبدو أن استقالته أتت نتيجة لمواقفه الذي أعلن عنها من أنه غير راضي عن أداء دول التحالف حسب تصريحاته الذي أدلى بها الوسيلة إعلام قبل عدة أشهر. لكني أيضا لا أميل إلى القول بأنه كان محتجز، فهذه يبدو أنها هذه المعلومات أتفق مع ضيفك من الرياض أنها غير صحيحة. ربما يكون بعد تلك التصريحات كان هناك مواقف من بعض الأطراف في التحالف أو من التحالف بشكل عام بأنهم غير راضين عن يصدر من مسؤول يقلل من أدائهم أو ينتقد من تصرفاتهم بشكل علني، وهذا أمر مفهوم تماما، لكن يستبعد تماما أن يكون هناك شكل من أشكال الاحتجاز أو حتى الضغط المباشر إلى الحد الذي يجعل السيد جباري لا يمارس عمله بشكل فعلي، أو نقول أنه تقيد حركته وحريته. نعم طبعا، يعني هي المسألة لم تقف يعني على موضوع جباري تحديدا، يعني ولم تبنى الحلقة على موضوع استقالة جباري بالتحديد، ولكن يعني هناك دلائل كثيرة حصلت خلال الأيام الماضية تدل على أن هناك احتقان كبير داخل الشرعية. يعني لو عدنا إلى التصريح الذي تحدث به الصيادي حول مطالبة الناس بالخروج للتظاهر للمطالبة بعودة الرئيس هادي، وأيضا هناك الجواني حينما أقام مؤتمر صحفي حينما منع من أداء مهامه في شبوة، يعني هذه الأمور الكثيرة تدل على وجود احتقان كبير داخل الشرعية. يعني هناك مشاكل كبيرة تتعلق بأداء الشرعية وبأداء التحالف، وهناك خلافات يعني ليست سرية. نعرف أن الرئيس هادي كان هناك منع لطائرته من الهبوط في مطار عدن، وكان هناك صراع مسلح بين أطراف في عدن، صراع على السلطة في عدن، كان طرف الرئيس هادي والحكومة، والطرف الآخر هو الأطراف الحزام الأمني وقوات المجلس الانتقالي ومن ورائهم الإمارات. يعني هناك حقائق على الأرض، لا يستطيع أحد أن ينكر بأن هناك فوضى وبأن هناك مشاكل تتعلق بالعملية السياسية والعملية العسكرية. ولكن أنا من وجهة نظري أرجع أن المشكلة الأساسية تكمن في الشرعية. الشرعية منذ البداية لم تحدد لنفسها أهداف واضحة، ماذا تريد، ما هي طبيعة علاقتها بالتحالف، ما هو طبيعة دورها ودور التحالف، ما هي آليات التنسيق بينها وبين دول التحالف. وبالتالي غياب هذه الأشياء منذ البداية يرجع إلى أن هناك مشكلة لدى الشرعية نفسها ولدى الحكومة الشرعية نفسها بأنها لم تتصرف التصرف الصحيح. وبالتالي ما حدث الآن هو نتيجة طبيعية لهذا الخلل الرئيسي والجوهري الذي بدأ من بداية الأحداث. من بداية الأحداث لم تكن هناك ميزانية للحكومة
ولم يكن هناك وحتى الآن وزارات تمارس عملها من داخل اليمن وبمؤسسات واضحة، وبالتالي نقول أن الحكومة موجودة على الأرض وإن في جزء من اليمن بشكل فعلي، وبالتالي هناك دعم لهذه الدولة أو لهذه السلطة من قبل الخارج. هناك إدارة مباشرة ومركزية من قبل دول التحالف للكثير من القضايا العسكرية والسياسية في داخل اليمن، بدون أن يكون للشرعية دور، وبالتالي هنا الشرعية ارتضت لنفسها منذ البداية أن تتخلى عن دورها. إذن سأعود لأكمل معك سيد عبد الناصر، أذهب بسؤال أخير للسيد سلمان عسكر محلل سياسي من الرياض. سيد سلمان، يعني البعض يتساءل ما مصلحة التحالف من بقاء الحكومة الشرعية طول هذه المدة، يعني على يعني هناك مدن كعدن ومأرب وغيرها حررت منذ وقت طويل، يعني لماذا لا حتى إن كانت الحكومة الشرعية لا ترغب بالعودة، يفترض أن التحالف هو من يدفع بها للعودة ويؤمن يعني وضعها في الداخل ويسهل من مهام عملها. عزيزي، في المقام الأول أوضح لك أن بالفعل تحررت عدن وكثير من المحافظات، ولكن بما أنها تحررت من الجيوش أو القوات الحوثية فلا يزال هناك فلول إرهابية تابعة لهؤلاء العناصر الماركة تنفذ أعمال، وأنت تشهد ماذا وأنت تلاحظ وتشاهد ماذا تشهد عدن بصفة شبه مستمرة من العمليات الإرهابية والتفجيرات، وما حدث قبل عامين عندما حاولوا تفجير مقر نائب الرئيس خالد بحاح في عدن. الحوثيين يحرصون أن يظهروا للعالم صورة أن المناطق التي تحت سيطرتهم هي مناطق آمنة ومناطق العيش فيها باستقرار، ويعكسون أن الوضع في عدن لا يزال مخيف. فبما أن هذه هي المعادلة فمن الأفضل أن يحافظ الرئيس على سلامته. تواجد الرئيس في الرياض ليس كما يبلبل البعض أو إعلام بصراحة الإعلام المأجور الذي يحاول أن يظهر صورة أخرى بأن الرئيس محتجز في الرياض. الرئيس هادي زار عدن أكثر من 4 مرات، لكن مرة من المرات يعني منعت طائرته من الهبوط على مطار عدن. قد يكون الأمر الأمور أمنية، هذا في الأخير رئيس دولة يا أخي، عندما يكون هناك تحركات إرهابية فمن الأفضل الحفاظ على حياة الرئيس. الحوثيين الآن يمارسون إرهاب في اليمن سواء في الشمال أو في الجنوب، لم يتركوا مقرا للاستقرار لكل الشعب اليمني. ما يمارسون الآن في عدن من عمليات إرهابية، تفخيخ سيارات وتفجير منازل وتفجير مقرات حكومية، يعني ماذا تسميه في الأخير؟ هذا تهديد للقيادة الحكومية الشرعية. بالضبط، ولكن يعني التهديد يبدو أنه يعني سيظل لفترة طويلة، يعني طالما أنها مرت المدة الماضية كلها والرئيس ما زال يعني يصعب عليه العودة إلى الأرض. لا، معلومة أنا أخصكم فيها في قناتكم بلقيس، قريبا عدد من الوزراء البعض منهم ليس في السعودية مع الرئيس هادي سيعودون إلى عدن. جميل، قريبا جدا يعني خلال الايام القادمه. جميل، اذا اشكرك جزيلا. ورد على المتفوهين بان الرجل محجوز. تفضل. اذا جميل جدا، هذا معلومه جيده، نامل فعلا ان تؤكد على ارض الواقع خلال الايام القادمه. اشكرك جزيلا سلمان عسكر محلل سياسي سعودي، كنت معنا من الرياض. اعود لضيفنا الآخر عبد الناصر المودع محلل سياسي. سيد عبد الناصر، يعني البعض يشير إلى أن الاستقالات يعني إذا تمت في الحكومة الشرعية هي يعني تعني خدمة لأجندة التحالف، يعني في ظل الرفض للحكومة أكثر من مرة، يعني هناك في الفترات السابقة كان يوجد عمل على تغيير أعضاء هذه الحكومة، وما يحدث من استقالات والتضييق عليهم يخدم في هذا المجال، كيف تنظر إلى ذلك؟ أولا لا أعتقد بأن دول التحالف تريد أن تفكك الحكومة بهذا الشكل، يعني عن طريق الاستقالات، لأن الاستقالات تعني الاحتجاج وتعني رفضهم
لأمر ما، وبالتالي ليس من مصلحة دول التحالف أن يظهر الأمر وكأن هناك وزراء ومسؤولين حكوميين محتجين عليها بشكل مباشر. لو كان تريد دول التحالف، ونعرف أن لها الكلمة الفصل والنهائية في أمور الشرعية، لو كانت تريد تغييرات حكومية أو حتى تغيير الحكومة أو حتى تغيير الرئيس هادي نفسه، لقامت بذلك بطريقة أسهل وبدون أن تحتاج إلى هذا الأمر. وبالتالي أنا استبعد أن تكون أن يكون من مصلحة دول التحالف هذه الاستقالات. هذه الاستقالات هي تعبير عن فوضى، عن الفوضى العامة التي تعيش اليمن، وأعراض هذه الفوضى الآن انتقلت إلى داخل إطار الحكومة الشرعية. نعرف أن رئيس الوزراء حوصر في عدن وقلصت صلاحيته التي كانت مقلصة أصلا، واضطر أن يخرج من عدن. معظم الوزراء خرجوا من عدن لأسباب كثيرة، وبالتالي الوضع في غاية الفوضى وفي غاية طيب يعني في ظل هذه الفوضى سيد عبد الناصر والمشهد الداخلي المعقد، يعني كيف تقرأ مستقبل الشرعية؟ الشرعية هي واهنة، كانت ولا زالت، وإذا استمرت ستزداد وهنا، وهذا الأمر يرجع إلى طبيعتها. الشرعية لم تكن بذاك الكفاءة، لا الكفاءة الإدارية، الكفاءة الفنية، ولا الكفاءة الأخلاقية. يعني هذه السلطة سلطة تسم أداها بالفساد والمحسوبية. التعيينات التي تتم لاعتبارها خاصة جدا، تعيين الأقارب والأصحاب وأصحاب الأصحاب والأنساب، ليس لها علاقة بمشروع الدولة ولا بمشروع سعادة الدولة. المال العام سائب ويتم التصرف فيه دون أي إحساس بالمسؤولية، ليس هناك إحساس بالمسؤولية لملايين الناس الذين هم بدون دخل وبدون خدمات وبدون ظروف معيشية. وبالتالي هذه الحكومة منذ البداية هي كانت السبب الرئيسي في كارثة اليمن، وستستمر طالما استمرت. وبالتالي المشكلة الآن هي في هذه السلطة، ولهذا الكثير الآن مما يطرح من أفكار لتسوية سياسية، البند الأول على رأس هذه الأفكار هو إزاحة هذه السلطة، ولهذا هذه السلطة ترفض أي شكل من أشكال التفاهمات السياسية، لأنها تدرك بأن هناك رغبة حتى لدى دول التحالف بأن تتخلص من هذه الشرعية التي أصبحت عبء عليها وأصبحت عبء على المشهد اليمني. وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد عبد الناصر المودع، محلل سياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. في ختام الحلقة مشاهدينا، أيضا أشكر ضيفي الآخر سلمان عسكر، محلل سياسي سعودي، كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.